الله 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 الله، في راجل الهمجي شايف بيضرب البنت اللي واقفه معاه ازاي؟ ستي معلش حصل خير، مفيش حاجه تكملي. همجي معلش معلش معلش، كل يوم رجاله تضرب بنات ونقول معلش، كل يوم رجاله تبهدل ستات ونقول معلش. رجاله 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 رجاله، خلاص خلص النظام ده، اللي راجل ولا ده اللي حيطه ده انتهى. احنا دلوقتي على نظام سترونج اندبندنت وومن. في ايه مالك بس انت؟ بس صلي على النبي، مالك في ايه؟ متضايقه؟ مش ست اللي كانت بتضرب دي مش بنت جنسي؟ معلش معلش، هو يعني اكيد ما يقصدش. معلش يعني لا، اكيد يقصد عشان هو القوة البدنية بتاعته اعلى اطول فيمد ايده عادي، فاهم؟ بدنية ايه بس ايوه، هما الرجالة عاملين كده. الرجالة عاملين كده؟ اه معلش معلش. وايه اللي معلش؟ يعني معلش بتاع حضرتك ده يصرف انا فيه؟ قول لي انتوا بتعملوا ايه كرجالة؟ انتوا بتعملوا ايه كرجالة؟ انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنعمل ايه كرجالة؟ ايه دي النيلة كلت مطب. اه شفت 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 المطب اللي احنا خدناه ده؟ بالراحة. طيب شفت المطب اللي احنا خدناه ده؟ معلش. عارف ليه خدناه؟ ليه؟ عشان هو ذكر مش مؤنث. ذكر؟ ده لو كان مطب ما كانش وجع لي عربيتي. افهمك؟ في مش فاهم بصراحة. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه يعني؟ بقول لحضرتك انتوا بتعملوا ايه كرجالة؟ ايه ميزتكم في الحياة؟ احنا ستاد نشتغل ونتعلم وبنصرف، بص كل حاجة زي انتوا بتعملوا بالظبط واكتر حبة. يا انتوا حتى لا بتولدوا ولا بتحملوا. يعني ما بنشيلش مسؤولية احنا ولا حاجة؟ يعني انتوا اللي بتشيلوا كل حاجة؟ مسؤولية؟ اه؟ هي بتتشال؟ منين بقى؟ طب ماشي احنا ما بنشيلش مسؤولية معلش. طب ما انا عارف. مسؤولية اللي تشيلوها. شايلين نفسكم بالعافية، بلانين. احنا عارفين اللي فيه. وحضرتك ايه يعني؟ انتي حضرتك مرتبطة متجوزة يعني ولا؟ لا 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 لا، انا ارتبط؟ راجل انا؟ لا لا، على قفا من يشيل، على قفا من يشيل يا حبيبي. يعني ايه على قفا من يشيل؟ اه يا بابا، الرجالة على قفا من يشيل، مرمين في كل حتة. ممكن اروح اجيب وقتين من الرجالة اللي هناك دول كده بثلاثة جنيه ونص. انتي ايه مشكلتك؟ مش فاهم ايه مشكلتك مع الرجالة. انا ما عنديش مشاكل، مش مشاكل. انا عندي مشكلة؟ ما عنديش مشكلة. انت ايه؟ انت بقى عندك مشكلة. انا عندي مشكلة؟ اه. عارف ليه؟ ايه؟ عشان انا معترفة ان احنا متساويين، انما انت بقى مش شايف كده. انت شايف بقى ان الستات قليلة وان الرجالة بتشيل مسؤولية. مسؤولية ايه؟ مسؤولية ايه؟ يا راجل انت شايل بلوفرك بالعافية. الله الله. عجبتك؟ ضحكتك؟ عبيطة بقى. انا عبيطة؟ يا ستي انا مش هحاسبك عشان شتمتني بكلمه اخرها ته مربوطه، يعني شتيمه مؤنثه، فعلى قلبي زي العسل. انما لما تقول لي انت عبيط اتضايق. طب معلش، حقك عليا، حقك عليا. ممكن حقي عليك؟ ممكن نخلص بس وانا حقي يبقى على ذكر على اخر الزمن ولا ايه؟ هات لي واحده سته تسند عليها ولا حقي عليها. ايه ده في ايه؟ ايه اللي فيه؟ ايه اللي فيه؟ تضربيني ولا ايه؟ اضربك ليه؟ وسخ ايدي ومديها على ذكر. الله الله الله. اه احنا حالفين القسم. ايه يا حرفين القسم؟ ايوه ما نوسخش ايدينا بمد ايديها على الرجاله كده، ما نوسخش ايدي انا. لا والله. امال ايه؟ طب يلا اجيب لك واحد راجل زيك بفلوسي يمد ايده عليك. صدقني حتى انا في اكل عيشي ده، في رزقي ده يا باشا، عشان تبقى فاهم. بس العربيه كده ما بركبش فيها زباين غير بص، يعني بيكي قوي في اختياراتي، بنقي بنتقي. انما انا كل يوم كده واحده ست بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله عليها مدربه حيوانات قد الدنيا، عشان كده تعرف تعمل مع الرجاله كويس يعني. بوديها واجيبها كل يوم السبت. طب احنا هنفضل نرغي كتير ولا ايه؟ طب مش هتوصليني يعني ولا ايه؟ قصدك انها رغايه؟ يا ستي خلاص خلاص. حتى لو رغايه برضه اخرها تيه مربوطه، مش زعلان. الله امال انت فاكر ايه؟ الو الو. ايه هلا، يخرب بيت سنيك، انت فين؟ فيها كوتش مالك؟ انا نسيت حاجه مهمه قوي عندك في العربيه. رشا. رشا مين؟ رشا رشا، انت معاكي زبون ولا ايه؟ مع الراجل. عشان كده رشا رشا التعبان الجديد. ها؟ ايوه عندي عرض. انت فين؟ دوري عليه دلوقتي حالا. يا لهوي يا لهوي، تعبان ايه يما؟ شوفوا لي دلوقتي حالا وكلميني، عندي عرض. باي باي. يخرب بيتك، حتى مش عارف اركب. يا دوري عليه فين ده؟ تعبان ايه؟ اقفي. باي باي. اقفي اقفي. تعبان ايه؟ فين اللي فين تعبان ده؟ تعبان ايه؟ اقفي اقفي، فين التعبان ده؟ يا لهوي يا ستي. يا افتحي. طيب استنى يا عم، افتحي لنا العربية. يا عم استنى يا عم.
استنى يا عم ايه انت بتقول مش عامل لي فيها ذكر يا ستي بتقول لك تعمل قوي انت عبيطه ولا ايه بقى دلوقتي عشان ما نشوف انراشه يا ستي انت عبيطه افتحي يا ام الباب اخلصي مرحبا دي مش متطعمه يا ستي خلاصي مش متطعمه انت بتتكلم ان رشا مش متطعمه يا ستي خلاصي افتحي ام الباب خد كلم رشا على الباب لو اسود يا بنت تعالى تعالى كلم رشا خد رشا تعالى كده اسفل الطريق صورة مع رشا مقلب يعني والله العظيم والله حقك علي حقك علي ما تزعلش مني زعلان انت كنت معنا في كريزي وومن بص هنا قول انك مش حزين قول انا سعيد انا سعيد انت اسمك ايه اسمي وليد طب بتقول انا سعيد ليه بص هنا كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين هزرنا وضحكنا وبسطنا صح يبقى موافقين نذيع صح شكرا صباح الخير ايه في ايه بكح مش الرجاله بتكح كده الصبح ما الرجاله بتكح كده الصبح الرجاله طب انت اجدع مني انا في ايه مكح انا بقى اكح بسبب ومن غير سبب لا بقول لك ايه بصي انا ما نمتش من امبارح والدنيا كلها ملخبطه في وشي بلاش شغل الجيران ده عشان ما تطلعوش عليك طب كويس حلو انت مش بتستحمله برده هو بصي انا مبدئيا يعني بحترم البنات اللي بتشتغل بس دي الشغلانه دي مش بتاعتكم تمام احنا اي شغلانه تبقى بتاعتنا لا ازاي يعني احنا اي شغل في الدنيا ببدع عشان يبقى بتاع الستات انت شاربه حاجه ولا اونلي فور وومن شاربه انت شاربه حاجه ولا بتتكلميني كده وانا ما بشربش بس حتى لو شربت ما يعبنيش عشان انا دلوقتي اقدر اعمل كل حاجه عندي كل الصلاحيات انت بتكلميني كده ازاي بتكلميني كده ازاي الشغل ده اللي راجل ولا ده اللي حته دخلس خالص احنا دلوقتي على نظام سترونج اندبندنت وومن ايه اللي انت بتقوليه ده بقول لك ايه بالله بقول لك الصح واللي حاصل يا بيه ماشي طب بالله عليكي بس عشان انا مستعجل يعني قصري ولخصي وانجزي معايا مستعجل اه طب شفت عشان مستعجل ادينا لابسين مطب قول لي ليه لبسنا مطب ليه ان شاء الله عشان ذكر ذكر مطب مش مطب ايه اللي انت بتقوليه ده لازم ياذي العربيه لا الله اه والله العظيم بقول لك انت بتتكلم معايا كده ازاي انت ازاي واحده بنت بتتكلم مع راجل كده انا عايز افهم المفروض اقول لك بقى يا سيدي وانخ واعمل رقبتي كده وانا بكلمك لا. ايوه إذا انت اسمك ايه اسمي حسين ازيك يا حسين سي حسين اخش بيك يمين سي حسين اخش بيك شمال سي حسين اخش بيك في العربيه بقى ايه ده انت ازاي بتتكلم معايا كده انت مين يعني ايه انا مين انت اللي مين ايوه انت مين حسين ومين بقول لك ايه اقسم بالله لولا انك واحده بنت لو كنت مسحت بيك ازاز العربيه انا عايزك بقى توريني بدل ما انا اطوق بدقنك البربريز طب اعمليها كده طب وانا عملتها ما انا عايز رجل. اشوف ما انا عايز اشوف لا ما انا راجل غصب عنك ما تخلينيش بقى الا ادبي واشتم بقى تقل ادبك عليا اه عليكي طب اعملها لا اله الا الله طب وريني اخرك يا شقي بصي يعني ما تقوليش بصي ما تامرنيش لا اله الا الله اه ربنا يصبر مش عارف ايه بس ولا دي انا بسمع كلام ابويا بالعافيه عشان اسم ابويا وخليه طب اقول لك ايه قصري معايا بالله عليك عشان انا العمليه مش حامله معايا يعني ايه حامله وانت بتعرف تحمله تحملوش انت يا حبيبي بلاش قله ادب بلاش لا تعرف تحمله ولا تعرف تخليك قله ادب ايه ده انجاز عشان خاطر ما قلش ادب عليك انا بصي انا ماسك انا ماسك لساني انت قلت لي سفاله انت قلت لي سفاله طلعت من بقك قلت لي سفاله مش هتضايق عارف ليه ليه عشان اخرها ته مربوطه شتيمه مؤنثه بكلمك بامانه طب بقول لك انما كلمه سافل بس كده طبعا دي قله والله العظيم انا لساني انا لساني طول قد كده انا ماسك لساني بالعافيه فبالله عليك قصري افرد لسانك 7 متر قدام ولا تسد ولا تمد ولا تاكل ولا تشرب انت بعرفك بس انت منين بس قولي لي شبرا اه اجدع ناس بعدين ما يخصكش منين عارفه والله لا مش عارفه يا رب لا ايه ده مش عارفه ازاي لا انا عارفه طبعا وانا في حاجه ما اعرفهاش انا سترونج اندبندنت وومن لا ذكر انت فكر ايه ذكر يا شبح ده كده كده يا بابا اه وما تقوليش ذكر اسمي ذكره
تعجبني. لا مش عجبك؟ جننت ولا ايه؟ مش ضروري اعجبك. ما انا انت عجباني. وانت فاكر ان انا بكتدي عشان اعجبك؟ لا اوعى تعملي. بص شويتين دول مش هيخيلوا عليا. اسمها بونطه. بونطه؟ لا جدع. لو انت دايره من لسانك بس كده اديني بعرفهالك. جدع وشاي. عشان مفكر نفسك اور. انت يا الشغلانه اللي انا بركب فيها رجاله العربيه دي مش لازماني، عشان لما اخذل لما استرزق من واحده ست زيي. هو مبدئيا انا ما شفتش واحده ست راكبه تاكسي وبتسوق تاكسي، بس كونك انك تعملي شويتين دول عشان خاطر تتعايشي وتمشي حالك مع الرجاله. بجد مش فاهمه، في حاجات كده بتزن في وداني، صوت عامله كده، سامعه كده كان في زازازان كده في الهواء. ده انت شكلك شاربه طينه كمان، يعني شاربه وجايه تطلعيهم عليا انا. شايف اي حاجه في الدنيا فيها انبساط اخرها ته مربوطه، شاربه. انما شارب بس يبقى شنب، شكله مقرف كده. ده زيك صح؟ ايه ده انا عندي شارب، انت اللي عندك شارب. ما احنا عشان انا راجل. ما انا ما عنديش. طب ماشي، وانت هتقارن نفسك بالرجاله؟ انا اقارن نفسي بيهم، انا افضل انت بكتير. حي الله. انا بنت شاب مش من لاقي. بصي اقارن نفسي بحسين مثلا. مين حسين؟ طب ما تقليش ادبك بس. بص ايوه مين في الكوتشينه؟ ما تقليش ادبك عشان ما اقلش ادب عليك. انا برضو ماسك لساني لحد دلوقتي. تقل ادبك ازاي بس يا اسطى؟ انا لسه قايله لك همسح بشعر دقنك ده بالبربريز بتاعي. طب بس والله عارفه، اقسم بالله كمان مره لولا انك واحده بنت كنت مسحت بيك ازاز العربيه. بتكح؟ لا ده حلاوة قوي 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 كمان. طب اقول لك بكح كده زي مش انت بتقف الصبح كده تكح كده. بقول لك ايه انا مش هكتر مع واحده بنت. انا عارف لو انت راجل كنت عملت فيك ايه. معلش ربنا يشفيك. انا هلغي الرحله دي ونزليني لو سمحت. معلش يا استاذ حسين، نزليني وانا هكتب فيكي تقرير زي لشركه اوبر عشان تشغل واحده زباله زيي. ما بتعرف تكتب؟ بتعرف تقرا؟ بتعلم. لا 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 نزليني لو سمحتي. بتعلم؟ انا ما ركبش معايا حد لسه بيتعلم. ده انا شوف انا نظامي مع الشركه دي اخرت ان انا اركب في حياتي الرجاله. لا 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 اشكال زباله زي. عارف حتى كلمه زباله دي مش مضايقاني. ده انا اول مره اشوف واحده اساسا شغاله اوبر. مش شغلانه رجاله دي. ايه اللي شغال؟ انتوا جنس ناعم. رجاله ايه؟ اللي شغالكم ايه؟ اللي شغالكم الشغل الخشن ده؟ رجاله. انت فاكر ان انا كست مش عارفه ادافع عن نفسي ضد اسلوبك اللي مش عاجبني ده؟ مش هشتم عشان انا محترمه. ما هو باين عليك قوي انك محترمه. غصب عنك يا استاذ حسين. باين عليك قوي. غصب عنك يا استاذ حسين. وانت ايه اللي شغالك شغل الرجاله ده؟ انت مالك؟ ده الجنس اللي ده اخره المطبخ. انت جوزي؟ اخره جوزي علشان تتحكم فيا؟ واساسا انا ما استنضفش ان انت تكوني مراتي. ان شاء الله تجازيك عقربه عشان تعرف ان الله حق باذن الله. مش هرد عليك. انت عشان ما تعرفش. طب لو سمحت كده، لو سمحت حسين حضرتك اخرك تمسك الفرشه بتاعتك الصبح سرح بيها دقنك اللي عايزه لو سمحتي مش هرد عليك برضو. بطلي قله ادب وسفاله قوي كده. هترد عليا؟ فاكرني مش عارف ادافع عن نفسي ولا ايه؟ يا ستي لا انا عارف ادافع عن نفسي. انا مش هرد عليك. بصي اخرت قله الادب دي. انا عارفه نزليني كده شوف هتعملي ايه. بس شايفتك عارف كتير. كانت زباله على الصبح عشمتيني وعتمت عليا اليوم يا شيخ. ثواني. طب افتحي بس الباب. افتحي الباب ونزليني. افتح انا بباب. طب بقول لك افتحي الباب بدل ما اكسر عليك العربيه. اتكسر عليا العربيه؟ اكسر عليك العربيه. هتعرف تكسر عليا العربيه؟ اكسرها عليك وعلى اللي خلفوكي كمان. يعني. انت بتكلميني؟ طب وريني بس هتعملي ايه؟ شوفي اخرك ايه؟ هكون بكلم مين؟ انا بكلمك انت. طب انزلي لي كده. انزلي لي بقى. انزلي يا باشا. خد يا رشا. ايه القرف ده؟ استني هنا يا بس 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 بس. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ماما ايه ده ايه اللي انت عملتيه ده؟ فيك يا استاذ حسين. ايه اللي انت عملتيه ده؟ استاذ حسين يا شيخ رشا دي التعبان بتاعي. حقك علينا يا استاذ حسين. مش عايزك زعلان. والله انا قايل لك صح. انا ما نايمش من امبارح يا جماعه. مش وقت الزر. بص هنا وبص هنا كمان. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وقول انك مش زعلان. مش زعلان يا جماعه والله. بس ده ما يحصلش كده يا جماعه. ولا مني ولا من رشا. ولا رشا برضه رشا تاني.